حلو في نفس الوقت. هو كلياته مع الوقت لا بتتعودي، بس اكيد هلا قد بتنبسطي مثلا لما بتعملي سيرش على الانترنت بتشوفي كل هالفانز يلي عندك، لما يمكن بتمشي بالشارع انه كمان انت بتحسي حالك قريبه منهم، يمكن ما كثير في كثير منهم بتصيروا مغرورين وشايفين بحالهم. لا انا شايفه لارا لساتها مثل ما هي. انا لسه يعني لارا، يعني لسه نفس لارا اللي دخل يعني قبل ما دخلت الاكاديمي، يعني عندي 19 سنه بعيش حياتي بروح الجامعه، مش داخله كثير من البيت، بالعكس بحب البيت، يعني بحب اقعد مع صحابي مع اهلي، يعني لسه نفس اللي انا، بس الفرق الوحيد انه كنت في برنامج ستار اكاديمي، والفرق الوحيد دلوقتي مثلا لما بمشي في الشارع في شويه ناس بيعرفوني وخلاص يعني، بس ما فيش فرق كبير. الفرق بس في الشغل دلوقتي، انه يعني كل بنت عندها 19 سنه بتروح الجامعه بتدرس وبتخرج مع صحابها، انا الفرق الوحيد مش بخرج كتير بشتغل اكتر. هل بتحسي يعني هلا صار اكاديمي خلص حدد لك مصير كل مستقبلك؟ خلص هلا عارفه حالك لارا كثير منيح شو بدك، بدك تغني، بدك تعملي ستايل معين لإلك، او يمكن بدك تعملي شيء بعد ما حدا قدر يقدمه بالوطن العربي، والشيء اللي قدرت تقدميه من خلال ميشن از يو. اكزاكتلي. فينا نقول عنك بريتني سبيرز العرب ولا هذا الشيء بضايقك؟ لا بس انا بحب بريتني سبيرز قوي، بس يعني مش عارفه انه انا عندي ستايل مختلف ولسه بعمل، يعني لسه بعمل اكسبيرمنت، يعني لسه بجرب كل حاجه، فيمكن اغير الستايل بعد شويه، يعني لسه حاجه جديده ومختلفه يعني. انا يمكن شوي قلت بريتني سبيرز العرب لانه انا رح اقول لك شيء، لا هلا في كثير منهم بيحاولوا انهم يغنوا بالانجلش، بصراحه بتحس مش لابق لهم، يعني عارفه لما انت بدك تعملي اي شيء بده يكون اصلا الشيء موجود فيك انت اصلا، اللهجه تبعك بالانجلش والاكسنت يعني بروفيشنال، حتى الطريقه اللي بتلقطي فيها بنحس يعني يعني هذا الشيء جزء من شخصيتك انت، مش عم تعملي افورت او عم تدعي شيء انت مش هو. فيمكن عشان هيك لما قدمتي هذا الفيديو كليب يمكن في كثير صار يشبهوكي ببريتني سبيرز العرب، لانه طلعتي كثير ريل يعني. يعني ناس كثير قوي قالوا لي كذا، ولما كمان لما عملت الكاستنج لستار اكاديمي واحد من الجادجز قالوا لي انت هتبقي زي بريتني سبيرز، انت شبه يعني نفس الستايل بتاع بريتني سبيرز. فطبعا يعني ليا يعني شرف انه بريتني سبيرز يعني اكبر بوب ايكون يعني في العالم دلوقتي، وبقى لها كم سنه دلوقتي، فطبعا اتس جود. حيبقى في بريتني سبيرز وعلى راسها. لارا بدنا نحكي هلا عن الاغنيه هاي ميشن از يو، هي اول اغنيه لإلك. لاحظنا انه حبيت تنزلي سنجل ما تنزلي البوم، هل انت حابه تتبعي الطريقه الاوروبيه مثل الاجانب، يعني هم بيركزوا على اغنيه واحده تنجح وبعدين شوي شوي ببلشوا يعملوا اغنيه ورا اغنيه؟ اكزاكتلي. انا حبيت اعمل كده لسبب واحد معين، انه انا مغنيه يعني انا بغني بالانجلش في عالم العربي في وطن عربي، فصعب طبعا انه اطلع مع البوم و يعني ولا حد يعرف لو هينجح ولا لا، بس يعني صعب شويه، فحبيت اطلع مع سنجل بالانجلش واجرب اشوف رد فعل الناس، ولو حبوا السنجل ولو نجحت وكل حاجه اعمل البوم. فده اللي هنعمله دلوقتي انا اشتغل على البوم، بس قبل الالبوم هنعمل سنجل تاني، فشويه ستايل الغربي يعني انه يعني بننزل سنجل بعد السنجل، بس هنزل البوم بيسكلي. بس يعني ما كنتش كمان عايزه اخد وقت كتير من ستار اكاديمي، يعني بقالي سنه خارجه من ستار اكاديمي، ما كنتش عايزه اخد وقت اكتر، فحبيت يعني انزل مع سنجل وسنجل انجلش وينجح، والحمد لله نجح، فالسنجل اللي جاي بقى. فينا نقول حبيتي يعني قبل ما يبلش النكست سيزون تبع ستار اكاديمي تكون لارا اسكندر اوريدي بقمه النجاح تبعها بستار اكاديمي، دغري تنزل اغنيه قبل ما الناس يمكن يبلشوا يلتهوا بالستودنتس الجداد. يعني في ناس كثير قوي يعني مش هيعترفوا بكده، بس دي الحقيقه، انه انا بقالي 5 سنين بتفرج على ستار اكاديمي، وبعدين انا دخلت في الموسم السادس، وانا يعني انا شخصيا معظمهم مش بنساهم، بس انا عارفه اللي بيحصل، انه حد بيجي بيطلع بيبقى ستار وبعدين مش بيعمل حاجة، فيمكن السيزن اللي بعديها الناس تكون بلشت شوي، وحبيت اعمل كده، ثبت حاله يعني. حبيت اني ابتدي مش بس لستار اكاديمي، بس ابتدي دغري كمان عشان الناس ان جنرال ما ينسوش الستايل بتاعي وكده، فحبيت اعمل كده، الحمد لله عملته ونجحت. I will need
سارة بدي أنا كمان أصلح معلومة للناس، أنه دايما إذا واحدة دلوعة أو sensitive مش معناتها she's shallow، يعني أنت ممكن تكوني دلوعة بس at the same time أنت موهوبة، أنت educated، يعني كمان أنت هلا عم تكملي دراستك الجامعية. في كثير ناس بعد صار أكاديمي بتعرف أنه وقفوا دراسة، يعني خلص اتاخذوا بالأضواء وهيك، وهذا كان هو عنوان الفشل تبعهم يعني. انا كمان بقول لك كثير خليكي هيك. انا كده انا مبسوطه كده بالعكس، انا مبسوطه انه عايشه حياه عاديه، يعني كل يوم بصحى الصبح زي كل حد بروح الجامعه، ويعني بقعد مع صحابي في البريكس وبمشي وبرجع، يعني لما أسونز بخلص الكلاسز برجع البيت عشان ابتدي اشتغل، بس بعمل اللي عليا وارجع الجامعه، يعني اتس فيري نورمال. وبعدين كمان الناس اللي فاكرين انه شافوا انه انا دلوعه وكل حاجه، يعني الناس اللي فعلا بيتفرجوا على البرنامج او بيحبوني او مش بيحبوني شافوا انه فعلا كنت بحب صحابي قوي، يعني كان عندي مشاكل كتير قوي عشان فعلا من كتر ما كنت بحب صحابي كنت يعني ما كنتش بعمل كويس في الامتحانات، كنت ببقى نوميني 5 مرات حاجات كده يعني. ف كان يعني everyone، ما فيش حد ابيض او اسود، كل حد is full of colors. وشافوا الجانب الاخر بلا رأيك انك دلوعة، بس at the same time you care about your friends. يعني انا I'm very sensitive، مش هقول انه مش sensitive، very sensitive، بس اذا بتكتب لازم تكوني sensitive، مش اي حدا بيقدر يكتب. بس كنت يعني كمان كان يعني اللي بيتفرج على البرنامج كان بيشوف انه كان في يعني كل حد كان عنده good qualities و bad qualities، ما حدش كده لا ده عن يعني عن التجربة نفسها. قلتي لي انه كنت كتير تهتمي باصحابك وهيك، هلا اوقات كان في اهتمام زايد باشخاص معينين صارت تنساهم يعني شوي، بتعرفي بحبوا اصلا كل اللي بيحضر ستار اكاديمي بحبوا يشوفوا الدراما واللاف ستوري اللي بتصير. هلا هون انا بدي اسالك كمشاهدة للبرنامج، يعني